السلام عليكم دي زير بوي بيج رياكشن رجعنا لكم ولاد برياكشن جديده كالعاده والعوايد من سيري كلاي المتواصله كلاي بي بي جي كلاي بارك الولاد ما عادش كلاي بي بي جي كلاي بي بي جي تريب والتيتر شو اسمه هكا كصدف يا محاسن الصدف تيتر عنده 4 سنين الولاد نورمالمون كليب اوفيسيال بي بي جي تريب ان شاء الله برجوليه مادام فيها تريب يعني فيها تريب بالرسمي فهمتني ولا باش يحكي لنا يمكن على بي بي جي وقصة بي بي جي دونك ليتس جو الولاد نشوف شنو الدنيا نشوف شنو الاجواء نشوفوا شنو الفوضى مع بعضنا فهمتني ولا ونفهموا العمليه يلا يظل فيها تريب مش مفدلك الوليد بالرسمي يسمع كيفاش البيت وغزر شفمه وش ما فهموش الفيل الأزرق هذاك الوليد كان تعرفوه فيلم الفيل الأزرق هذي حربة طابعة LSD حاجة مش عادية فهمت ما ننصحش باش تجربوه الوليد صليوا على النبي تونس حكاية حكاية محشي من كل سوايا ياسر زبورة فاست اهو هذيك الولاد مع البيت تحسوا كلي مترب شوية فهمتني ولي فما فوضى وانا اللي ما قل حياية تونس حكاية حكاية محشي من كل زاوية حيزمها ناس فاسية قالوا لي ما طلع حيايا في بلاد العفن نمرض وفقر وابتلاء لن تتصلح يا ودي شبيك دخلتك يا برو في بلاد العفن نمرض وفقر وابتلاء لن تتصلح ولا نكون حقنا ابدا الشعب للقمع يهن عليه تم الاستيلاء حكمه شيب مسن ينكح فيه علنا باز تلفزكم في التن ما تبطوك استشق بيح الفرطة سمعتوش خالك تلفزكم في تن تلفزكم في تن بالرسمي في تن يفتنوا في العبيد كيك ما عنده ما يعملوا أبا بس بالتن مثلين جنسيا فهم لكان الخنن كل ما حقا فالورا تشير حل إذا لفزكم هم الفن قومي جاهل مصيبة حزالة ضخوا في مخو بحر كتالة شايبها يعرف كل شيء وهو ما يفهم شيء ويزيد يعاند كيف الصدمة لا شقلالة بريبو ماي ما صغر سن صغر سن أكره الطحانة لي أملي ما نعشتش عفاتا خلتتهم ياسر سقاطا تسحابوا بيعوا في بعضهم على الموني بيش اسموني صحابي بيعوا بعضهم على الموني ما تسميوش صحاب ديزولية ما تسميوش صحاب فخنا بنياكتكم وليما وليما ما تزيدوش معنا كلمة كلمة حلفنا بيكم كريك بشيك وبنسكم فيك تتحبوا بعضكم حب فهم وسينما سينما من باب الشديد باب الفل باب الفل نيكن هاليلويا نم نضل نم نضل حقيقتكم واصل سيد مخاخكم قعصف في سكر عواصف رقب لم يظل لم يظل كل عايش تضرب لغة ما شالة ما شالة اللي يكذب عليك احلف لك ولا 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 شعب يصدق في روحه وقت اللي يكذب على روحه دي كلها تحشي في اللي بعضها يا لالا للاسف الشديد يا كلاي وخايف فهمتني ولا تيتر عنده 4 سنين من الاسف الشديد الكلام نتاعك مش زال حتى كنت وتعاود تسمعه تعرف على شنو تحكي خاطر موجود عيناني انت معاشرني باش تعمل فوتو مالا ما تعيطش زبي ما فوتو انت فرق مساخ فسد بيبون وعشاق شد نيك اللي تقول لي اعيط اعيط انت سنه منعيك عاروح عاروح انيك من منعيك وعاروح عاروح على قهوه تبيع وخايك على شنطه بتاعتي سكايك هذاك عليه على قهوة تبيع وخيك على جنطة تعطي سكاي نعرفوهم العباد هي اشتقوا ليك وعارف عارف على قدر انايا كان شخ انشخ انتك على سقم اموان طخ طخ الربي مانيش نموت كيف تضمني نتحول على حقي نغر نصنع بالبيكي زينك بي معليش معليش كانك راجل فيها ما تعيش ما تعيش في حلف وسطة مرهية بعض مع الدار بدي حبي انضاف يا خيرة بكانش كانش فايق بتحد علي اس جا طيح لي يزيب لبس راسي عرض من مرزة لكن ما ندورش مرزة ترقى العصبة كيف تجي وتفركز ربي أرزن من مرزن لكن ما ندونش من ربي أرزن من مرزن لكن ما ندورش مرزن كي تجي تفركز ترقى أحي دولة سياسة هر متخلفة خلفة حبومنا في الفخر متخلفة خلفة رئيس دولتكم انتمو متنيخ مناش يهمو ملاش تدني كلو أمو أنا با أنا با
اسمع اسمع قبل كيفاش كان يسب في الرئيس، يعني كلي بالرسمي كلي ضد السيستم حرفيا، حرف على بعضه بالميديا بالتلافز بالانافي بالذكوره بالرئيس بالوزاره على بعضه الاولاد. كيفاش ما تنجمش تحترم انسان ما يخاف من حد حرفيا كما ربي سبحانه؟ كيفاش تونس حكايه حكايه محشي من كل سوايا حزام هالناس فاسية وانا اللي ما قل حياية تونس حكاية حكاية محشي من كل سوايا حزام هالناس فاسية قالوا اللي ما قل حياية هاني جاي يا سلام مش نجيب بنقول مش غني لك غنية ترى غنية والله العظيم وانا والله العظيم وانا ورث قدرك معنا حاجة مش عادية الولاد سينو الولاد ما لواش ما اخذت فاتذيك فهمتني ولا هكا نكونوا كملنا كلاي بي بي جي تريب اسمه التيتر سينو الولاد ما نكذبش عليكم حاجة اترب فهمتني ولا كالعادة والعويد كلاي يخدم لك بالتكنيك يخدم لك ضد السيستم كالعادة والعويد ما يفدش الولاد ما لازمكش انت تفد كفان ليه وإلا كإنسان ترياكتي ليه ما لازمكش تفد علاش خاطره بالرسم يوصل في صوته يختنم في فرصة اني رابور وعندي فانيتي نفيق العباد وبالرسمي نذكرهم اللي رانا نعيشوا في دولة فاسدة نعيشوا في رئيس بيع في الدولة وبيع في العباد نعيشوا في ميدياز فاسدة في كل شيء حرفيا فاسد تو سامبلومون هيك علاش لازمك ترسبكتي بالصفة عليك أبار هذاك الكل فما البيت ايجو تريب تتسمى هذايا الولاد حاجة مزيانة على الاخر فهمتني ولا الكتيبة موجودة كالعادة والعوايد كلا امبوسيبل ما يكتبلكش حاجة فهمتني ولا تسمع يسمعك بالصفة عليك يسمعك الولاد فهمت كيفاش دونك انا بالنسبه ليا كالعاده والعويد علاش ديما نقول كالعاده والعويد خاطر بالرسمي كلاي حرفيا تو ما خيبني في حتى تيتر رياكتيت عليه وانا تو قرابه داخل في قرابه 50 ولا 40 ولا حتى ما نعرفش قديش اما داخل في تيتروات تيتروات الكل محسوب التيتروات اللي في شانو الجديد الكل كملتهم البوماتو كملتهم وتيتروات اللي قدم قريب نكملهم الاولاد فهمت دونك وبالرسمي تو مازال ما خيبني يعني سامبلومون فهمت ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون ولاد ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا نتقابل ان شاء الله في اقرب وقت ممكن ما تنسيش ارائكم كومنتاريتكم دنيتكم اجواءكم راكم حفظتوها الجمله الولاد خير 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 سبسكرايب الولاد اللي هي اهم حاجه الانستغرام بيجي مات رياكشن 22 من سكيول تستحقوا حاجه ولا تحبوا تقترحوا حاجه ولا تحبوا تعطيوا رايكم في حاجه مرحبا بكم الغادي والا في اليوتيوب مرحبا بكم في البلايص الكل الولاد يسعدنا انكم تتفرجوا فينا وتتابعوا فينا فهمتني ولا بفعاليه فهمتني ولا وبكسونوري فهمتني ولا عرفت بالنقوز الوليد بالنقوز باش كي نهبط خاطر كل يوم نهبط دونك هاكا فهمت ديجا اشتركم راكم حفظتوا وقتي هذا ما يمنعش الوليد نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن بيس اند لوف الوليد على فكره بين قوسين واخر حاجه بيفات راني ما بتيتش عليكم الولاد اما بيفات بالطبيعة قريب توفى محسوب قالي كان بيف طويل برشا في قرابة 10 تيتروات ولا 11 تيتر راني قاعد نقسم فيه الولاد فهمتني ولا وقاعد نلوش فما برشا تيتروات تفسخوا سواء من الشان متاع السيد ولا سواء من الشان متاع السيد الاخر دونك هيك علاش قاعد نلوش كيفاش باش نجلبهم الكل ونرتبهم بالكدا باش تخرج حاجة مزيانة بالكدا سينو الولاد كيما قلت لكم السيريات الجديدة جاية على قريب جدا وقعدوا معانا وما تقلقوش وما تفدوش فهمتني ولا ونتقابلوا في اقرب وقت ممكن بيس اند لوف